حياكم الله. تتوالى الانتصارات في صلاح الدين والأنبار، والموصل موعدها قريب. وزير الداخلية يدافع عن قرار وزارته بإقالة عدد من ضباطها من مناصبهم، ويعترف بتأثير الولاءات الجانبية في أداء الوزارة. في زمن الكوليرا تتأخر الدراسة، ويبدأ العام بسقوط سياج في كركوك على أحد الطلبة، ويتسبب بقتله، وبالبصرة مدارس بلا معلمين. لكن شباب الناصرية أصروا على إصلاح الرحلات المدرسية بأيديهم مجاناً، فعجلة التعليم لن تتوقف أمام التحديات في العراق. الفنانة المصرية حنان شوقي تعتزم تمثيل فيلم عراقي من إنتاج الحشد الشعبي، وسيدة عراقية تحاكي الخنساء فترتدي وتتوشح بملابس أولادها الشهداء. ابقوا ويانا. في صلاح الدين والأنبار انتصارات متوالية، والرايات العراقية ترفرف فوق بيجي. الداخلية تدافع عن قرارها بعزل ضباطها، والغبان يعترف بعمق آثار الولاءات المتعددة في وزارته. صدور مذكرة توقيف بحق وزير التجارة الحالي ملاس عبد الكريم وأخيه بتهمة الفساد. الممثلة المصرية حنان شوقي تعتزم تمثيل فيلم عراقي من إنتاج الحشد الشعبي. حررت القوات الأمنية المتمثلة بالفرقة 16 من الجيش العراقي بمشاركة أحد أفواج الشرطة المحلية، حررت أجزاء من حي التأميم من تنظيم داعش. وقال إبراهيم الفهداوي رئيس اللجنة الأمنية في الخالدية، وهو أحد الشيوخ المتصدين للإرهاب، قال إن طيران التحالف كان له الدور الكبير في دك أوكار داعش. نبارك القوات الأمنية بكل صنوفها وتشكيلاتها وأبناء العشائر المساندين لقوات الأمنية، الانتصارات الكبيرة التي حققتها في محاور مدينة الرمادي، المحور الشمالي والمحور الجنوبي والمحور الغربي. المحور الشمالي اليوم جهاز مكافحة الأرهاب يتقدم بشكل صحيح بتحرير مدن البريشة والفراج وكذلك منطقة البذياب. اليوم المحور الجنوبي يشهد تقدم واضح للفرقة 16 بمساندة أفواج شرطة محافظة الأنبار، بالتقدم باتجاه مدينة التأميم. إن شاء الله الساعات القريبة إن شاء الله سيكون تواجد القوات الأمنية داخل مركز مدينة الرمادي. كان بدنا يعني اليوم كصحفيين أنتم اليوم نصحبكم في هذه المعركة، ولكن حرصنا يعني وخوفنا عليكم حالة دون إن شاء الله ذهابكم معنا. إن شاء الله الساعات كما وعدناكم القليلة القادمة إن شاء الله تذهبون وتصورون وتشوفون الانتصارات اللي حققتها قواتنا الأمنية وأبناء العشائر. سألنا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يعيد الأمن والأمان لأهلنا وناسنا النازحين بالعودة إلى ديارهم إن شاء الله سالمين غانمين بعد إن شاء الله إعلان النصر في جميع محاور مدينة الرمادي. نعم، كما قلت التقدم اليوم لكافة قطاعات قواتنا الأمنية، ولكن يبقى يعني دور كبير يعني لجهاز مكافحة الأرهاب، ولا ننسى الدور الأكبر هو لطيران التحالف الدولي وطيران القوى الجوية لمساندتهم القوات الأمنية برا. دور التحالف كما قلنا ودور طيران القوى الجوية دور كبير في دك أوكار تنظيم داعش في كل مكان من محاور مدينة الرمادي. حاليا العمليات العسكرية مستمرة باتجاه مدينة الرمادي، وإن شاء الله إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة سوف يكون هناك تحرير ورجعة لأهلنا النازحين الذين تشردوا في المحافظات الباقية، وإحنا حاليا مسيطرين سيطرة تامة ولدينا معنويات كبيرة
ونطلب من الحكومة المحلية والحكومة المركزية بدعم القوات الأمنية لتحرير هذه المحافظة. العمليات العسكرية بدأت في جميع القواطع باتجاه مركز مدينة الرمادي، واستطاعت العمليات العسكرية من تكبيد عصابات داعش الإجرامية خسائر فادحة. أعلن وزير الدفاع خالد العبيدي بأن الأيام القليلة المقبلة سيحكم الطوق فيها كاملا على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار حتى يتم عزلها بالكامل لتبدأ عمليات التحرير من الداخل. العبيدي تفقد قيادة عمليات الجزيرة ومقر الفرقة السابعة في محافظة الأنبار للوقوف على نتائج الاستعداد القتالي وسد النقص الموجود والاحتياجات الضرورية لإدامة زخم المعركة واستمرار العمليات التعرضية ضمن قاطع مسؤولية الفرقة السابعة وإكمال المرحلة الثانية وتحريرها بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. خلال زيارتنا لقاطع عمليات الجزيرة حقيقة، وإحنا الآن نتجول في مدينة البغدادي وفي الحي السكني مدينة البغدادي اللي كان دائما يكون حي ساكن، وأنا الآن بين الأهالي وزرت بعض العوائل. وضع مستقر جدا وأداء القوات الأمنية رائع، علاقات طيبة مع الأهالي، والأهالي يثقون بقوات الأمنية بشكل كبير، متعاونين جدا، خدمات متوفرة، فالوضع مستقر. أيضا حقيقة قيادة الجزيرة قامت بعمليات نوعية في الأيام القليلة الماضية، حققت انتصارات في منطقة البغدادي الشرقية، وإن شاء الله في خططها القيام بعمليات تعرضية أخرى لطرد داعش كاملا من منطقة البغدادي وحديثة بإذن الله. في هذا الوقت فإن القوات الأمنية بسطت سيطرتها بالكامل على مناطق مكحول والصينية وشمال بيجي، كما ورفعت العلم العراقي فوق سيطرة ماجد شرق ناحية البغدادي في الوقت الذي تقوم به القوات الخاصة بالهجوم على مفارز الإرهابيين اللي تحاول إعاقة تقدمها على امتداد جبال مكحول. قالت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف بوجود توجيه كبير في مجلس النواب لإعادة العمل بنظام الخدمة الإلزامية بسبب كثرة الخلافات السياسية على قانون الحرس الوطني. استشهد مدير شعبة التحقيقات بهيئة النزاهة في محافظة كركوك صباح الأحد أثر هجوم مسلح وسط المدينة، ونقل مكتب إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني عن مصدر أمني القول أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار باتجاه سيارة يستقلها فائز عبد الواحد مدير شعبة التحقيقات بهيئة نزاهة كركوك أثناء توجهه إلى مقر عمله في حي القادسية شرق المحافظة، مما أسفر عن استشهاده فورا. وفي كركوك أيضا لقي أحد الأطفال من طلبة المدارس الابتدائية مصرعة بسبب سقوط جدار المدرسة عليه، وذكر مصدر في مكتب وزير التربية أن الوزارة شكلت لجنة للتحقيق في الحادث. وتحديد أكثر عن ما يدور في كركوك والخبرين اللي قريناها ينضم معي عبر الهاتف مراسلنا من كركوك جودة العسافي. مساء الخير جودة. مساء الخير. يعني خليني أبدأ بشنو نتائج التحقيق الأولية؟ أكو أخبار عن استشهاد مدير شعبة التحقيقات النزاهة بكركوك؟ يعني نقدر نقول كسابقاتها كاختيار معاون مدير الاستخبارات قبل أسبوع، يعني سجل ضد مجهول حاليا، لأن الاغتيالات يعني موجودة في كركوك دائما، ولا سيما على موظفين دولة من مسؤولين أمنيين أو موظفين. أعتقد أنها ضد مجهول، يعني كانت لأن سيارات مجهولة أطلقت النار وقتلت الرجل وانسحبت، وهذا كل ما فهمناه من الأمنية. طيب جودة، من خلال تواصلك مع القيادات الأمنية بكركوك أكو تحرك، تشوف أنه أكو تحرك لتقليل هاي حالات الاغتيال، يعني كثرة حالات الاغتيال، ومن نسمع أنه يعني معاون الاستخبارات أو مدير تحقيقات بالنزاهة، بالتالي هي اغتيالات نوعية. نعم، المشكلة أنه الاغتيالات لو تنظر أين اغتيل معاون مدير الاستخبارات في منطقة مزدحمة في أحد الشوارع الرئيسية لكركوك، أمام مرأة الناس وأعينهم، وأعتقد هنالك دوريات أمنية في ذلك المكان وعلى الدوام، ولكن مع الاستفادة كما ذكرت أنت اغتيالات نوعية ويختارون أشخاص خاصين، وأعتقد بأنها سياسية أكثر. طيب جودة، خلينا ننتقل للموضوع الثاني اللي هو قضية سقوط الجدار على الطفل واللي تسببت مقتله. نعم. شنو المعلومات اللي عندك؟ نعم. عن هذا الموضوع المدرسة، شنو أسباب الجدار قديمة وشنو؟ يعني مدينة كركوك اليوم بعد مقتل المحقق فائز، يعني فجعت بهذه الحادثة الثانية. الطفل
حسب المعلومة بأنه أول يوم دوام له في المدرسة وفي الصف الأول، وبفرح كبير ودعوا أهله إلى المدرسة. المعلومة تشير إلى وجود جرافة شفل كانت تعمل لرفع النفايات قرب المدرسة. المدرسة في حي الميداء شرق كركوك، مدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية، فتسبب بسقوط هذا الحائط ووفاة هذا الطفل يعني مع الأسف. يعني حسب المعلومة أنه مو الحائط، إذا سمحت لي جوز، مو الحائط قديم، هاي الجرافة اللي خاصة كانت بالعمل قرب المدرسة هي اللي كان سبب سقوط الحائط. الحائط أعتقد صفحات التواصل الاجتماعي ما خلت شيء، يعني الحائط لو تشوفه كونكريت مسلح، ما أعتقد ما ليقع فيه شيء من كيفه. الحائط كونكريت مسلح، الجرافة وسائق الجرافة حاليا في السجن ويجري التحقيق معه وتابعة لبلدية كركوك. هذه هي المعلومات الأكيدة المتوفرة عندنا. طيب اسمح لي أن أشكرك مراسل قناة الرشيد من كركوك الزميل جودة العسافي، شكرا جزيلا لك ولانضمامك. سعد الحديثي المتحدث الإعلامي المكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي قال إن هناك مافيات فساد تحاول عرقلة الإصلاحات، وأكد الحديثي أن العبادي ماض بالإصلاحات بلا توقف. قال القيادي في حركة التغيير الكردستانية هوشار عبدالله أن التغيير قررت البقاء في حكومة الإقليم والبرلمان، وهي ثاني أكبر كتلة بالبرلمان، ورئيس البرلمان ما زال يمارس عمله بشكل طبيعي، وبيّن أن ما فعله بارزاني وحزبه هو انقلاب عسكري على الشرعية، وأن بارزاني ليس متفضلا على بقاء التغيير في العملية السياسية. في هذا الوقت دعا النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأوضاع بالإقليم وعدم فسح المجال للتدخل الخارجي وتعميق المشاكل، وشدد رسول على ضرورة عقد اجتماع القمة لقادة الأحزاب السياسية بمدة سريعة. مصادر محلية تؤكد أن تحرير الموصل على أبواب 2016. وزير الداخلية يدافع عن قرار إقالة عدد من ضباط الوزارة. البرلمان يتذكر أهمية طاقات الشباب بعد هجرتها. قال رئيس اللجنة الأمنية لمحافظة نينوى محمد إبراهيم إن عمليات تحرير الموصل ستنطلق نهاية العام الحالي، والحكومة العراقية جادة بتحرير الموصل وهناك استعدادات فعلية للعمليات وتم تهيئة قوات مدربة لذلك. ووضح أن أهالي المحافظة سيكون لهم دور كبير في عمليات التحرير. وأضاف إبراهيم أن تحرير الموصل لا يحتاج إلى قوات أجنبية برية، فالقوات العراقية من الجيش والاتحادية والشرطة المحلية قادرة على ذلك، وقد حققت انتصارات كبيرة وآخرها في بيجي وشمال صلاح الدين. اعترف وزير الداخلية محمد سالم الغبان بأن الوزارة تعاني من ولاءات متعددة، بعضها حزبية وأخرى طائفية انعكست على أداء الوزارة، وقال بأن الفساد هو أخطر المعوقات اللي تحاربها الوزارة. من جانب آخر ذكر الغبان أن الهدف من إحالة بعض الضباط بإمرة إدارة الضباط هو إجراء إصلاحي بحت ويأتي لمعالجة الترهل، مبين أن القرار تم بعد عملية تدقيق وتقييم استمرت 3 أشهر. الملف الأمني ودور وزارة الداخلية وما يعيق وزارة الداخلية من قيامها بمهامها ومسؤولياتها، وبالتالي تناولنا من هذه المعوقات خلل أساسي يتعلق في موضوع الترهل، وفي نفس الوقت اليوم الحكومة ومنهجها في معالجة موضوع الترهل والترشيق في مفاصل الدولة ومفاصل الوزارات. بالتالي احنا وزارة الداخلية بدأنا منذ أن استلمت مهامي في الوزارة إلى معالجة هذا الخلل الذي يؤثر تأثير فعال وأساسي على أداء رجال الشرطة وعلى كفاءة الأجهزة الأمنية، وكذلك موضوع الفساد، معالجة الفساد، وموضوع أيضا ضعف المهنية في أداء
رجال الشرطة. هذا الأمر الذي يخل خلل أساسي في عمل الوزارة، وبالتالي يؤدي إلى عدم ثقة المواطن بأجهزتنا الأمنية. نحن لدينا خطة استراتيجية حقيقة، ومن خلال هذه الخطة حددنا أسبقيات وأولويات لأن تقوم الوزارة بمهامه، وبالتالي لابد من معالجة هذا الخلل وهذه المشاكل التي تتعلق بأداء أجهزتنا الأمنية. مشاهدينا الكرام، الحديث عن استضافة وزير الداخلية من قبل لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، انضم معي في الاستوديو النائب نايف الشمري عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية. حياك الله سيد نايف. أهلا وسهلا، السلام عليكم، شلون صحة؟ اليوم خلينا يعني ممكن نعتبر اكتشاف أن وزارة الداخلية عرفت أن ضباطها يتبعون ولاءات حزبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولكل مشاهدي قناة الرشيد. هذه ثاني استضافة للسيد وزير الداخلية في لجنة الأمن والدفاع. الاستضافة استغرقت أكثر من 4 ساعات، تم مناقشة عدة محاور في الاستضافة. أولا إيجاز قدمه السيد وزير الداخلية عن الملف الأمني والانتصارات الأخيرة التي حققتها قوات الشرطة الاتحادية بما يخص وزارة الداخلية والشرطة المحلية في قضاء بيجي. الموضوع الثاني هو قضية الخطف والابتزاز الأخيرة التي جرت في بغداد، وتم مناقشتها بكل تفاصيلها، وأكد أن هناك تعاون وتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية والاستخبارية للحد من ظاهرة الخطف والابتزاز. الموضوع الآخر اللي جنابك تطرقت إلى هو موضوع الترهل اللي حدث في وزارة الداخلية. هناك تم إحالة أكثر من 428 ضابط من وزارة الداخلية. الوزير بين من خلال استضافته اليوم في لجنة الأمن والداخلية في لجنة الأمن والدفاع أنه وزارة الداخلية لديها ترهل كبير، وهذا يدخل ضمن الإصلاحات، ونحن نطالب أنه يجب أن يكون بناء المؤسسة الأمنية وفق أسس صحيحة. هناك ضباط برتب عالية جدا لا توجد لديهم مناصب. اطرق السيد الوزير إلى أنه لواء لا يوجد لديه منصب، وكذلك عميد في المرور. أنتوا عندكم تحفظ كبير على قضية أنه هاي الإقالات اللي صارت، وهذا كان سبب حضور وزير الداخلية. إحنا من دعينا الأخوة الضباط للحضور في لجنة الأمن والدفاع لمعرفة الأسباب إحالتهم على التقاعد. الإحالة على التقاعد اليوم بين السيد وزير الداخلية وكان معه 2 من الوكلاء، وكيل شؤون الشرطة ووكيل الشؤون الإدارية والمالية. تم التطرق إلى الموضوع بتفاصيل كثيرة. هناك تقييم من قبل القادة لضباطهم الذين تم إحالتهم للتقاعد، وكذلك من وكلاء وزير الداخلية، وتم أخذ رأي هيئة الرأي، وبالأخير توصل النتيجة السيد وزير الداخلية بضرورة إحالتهم للتقاعد. أنا سيدنا بس اسمح لي. نعم. هسه هذا الكلام أنا اعطيتك الوقت على مود توضح الصورة شنو اللي صار بالاجتماع. هسه هذا الكلام كله جيد. نعم. لكن أنت تتحدث اللي قال الوزير. نعم. أريد أعرف وجهة نظركم أنتم. أنتم عندكم تحفظ على العدد، خاصة العدد الأخير اللي تجاوز 430. ليش عندكم تحفظ عليه؟ شنو السبب؟ انتم شلون تشوفون كلجنة امن ودفاع مختصه بدورها الرقابي، شلون تشوفون هذا العدد؟ شلون تشوفون تصرف الوزاره بهاي القضيه؟ تم مناقشه الوزير باسباب خروج هؤلاء الضباط وحالتهم على التقاعد. الوزير اوضح، وتم التطرق الى بعض الاسماء التي تم احالتهم للتقاعد، والوزير اعتقد البارحه كان لديه اجتماع مع الذين تم احالتهم على التقاعد، ومن لديه اعتراض أغلبهم ليس لحالات فساد، قسم منهم بسبب حالات الفساد تم إحالتهم للتقاعد، والقسم الأكبر بسبب الترهل الكبير في وزارة الداخلية. بسبب الفساد يحال للقضاء أو للتقاعد؟ هو لديهم مجالس تحقيقية في وزارة الداخلية. بالتالي القضية زين، قضية أول ما بدينا اللقاء سألتك قلت لك الآن اكتشفت، هو اكتشاف يعتبر للوزارة. تصريح الوزير يقول بسبب الولاءات الحزبية، وهو هذا هو حتى الوزير إجا بترشيح حزبي. حتى أكون صادق معك، الوزير لحد هذه اللحظة لم نسجل عليه أي تحفظ بخصوص مسألة طائفية. اليوم تم التطرق إلى أنه هناك بس مدفصل على مدفصل. نعم. بين الحزبية والطائفية. نعم. لا يوجد حزبية. لا يوجد، حتى أنطيك، لا يوجد أي تطرق لمسألة الطائفية، لأن الرجل الوزير تطرق إلى موضوع الولاءات الحزبية وقال تم فصل كثير من الضباط الذين حضروا اجتماعات حزبية. وأعتقد أنتم جنابكم بالإعلام اطرقتوا سابقا إلى هذا الموضوع. أكيد. هو يقول نريد أن يكون ولاءه
للوطن وولائه للمهنة التي يعمل بها، وأنا أحييه على هذا. وكل من يحضر اجتماع حزبي وهو رجل عسكري سواء في وزارة الداخلية أو في وزارة الدفاع لابد أن يحالل المحاكم المختصة، لأن واجبه مهني وليس سياسي. بس هي القضية مو جديدة. لا مو جديدة، هو يعني قضية حضور هؤلاء الضباط للاجتماعات الحزبية. هو اتخذ إجراء، وإجراء فوري، وشاهدهم في أحد الاجتماعات، وتم اتخاذ إجراء سريع من قبل وزير الداخلية بفصلهم وإنهاء خدماتهم من وزارة الداخلية. أنتوا كلجنة قادرين أن توقفون ويا بهاي القضية؟ رابط كبير راح يشتكي على الحزب انه الوزير منعني، يسوون عليه لجان ودعوات بمجلس النواب، وبالتالي ما راح يقدر يمنع احد من حضور الاجتماعات الحزبيه. نحن نقف معه طالما انه يعمل بكل مهنيه ويعمل من اجل خدمه المؤسسه الامنيه. نحن نريد مؤسسه امنيه لكل العراقيين بغض النظر عن الكتل السياسيه، بغض النظر عن الولايات الطائفيه، نريدها ان تكون مؤسسه لكل العراقيين. طيب. وهذا ما لاحظناه من خلال كلام السيد وزير الداخليه اليوم، وتطرق بكل تفاصيله. المحور الآخر اللي تطرق إلى السيد وزير الداخلية هو قيادة شرطة نينوى والعائدين من هسه راح أتكلم على هالموضوع، بس حضرتك ذكرت أنه قضية الاغتيالات والخطف اللي أخيرا. نعم. شنو صورة الوزارة عليها وأنتوا شنو اللي افتهمتوا من الوزير؟ الوزير لديه تنسيق مع كل الأجهزة الاستخبارية، وطالبناهم أن يعملوا بكل جهد وأن يكون التركيز الجهد الاستخباري على عصابات الخطف التي خطفت كثير من رجال الأعمال وكثير من المسؤولين الحكوميين وكثير من المواطنين، وتم مقايضتهم بمبالغ مادية، وهذا الشيء يسيء إلى المصر. عرفت من الوزير أنه هي مشخصة هاي الجهات؟ لو بعد قاعد يعمل هو ليلا ونهار مع قيادة عمليات بغداد، لأن المسؤول على الملف الأمني في بغداد هي قيادة عمليات بغداد، وهناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية مع قيادة عمليات بغداد، واليوم تم إلقاء القبض على عصابة للخطف وتم تحرير أحد المختطفات. طيب خلينا ننتقل لقضية الموصل. حضرتك نائب عن الموصل، عضو لجنة أمن الدفاع، ومناقشين هذا الموضوع. أكو بوادر مثل ما قال الخبر اللي قريناه بنهاية هاي السنة بداية 2016 نبدأ نتكلم عن قضية تحرير الموصل، نعبر قضية صلاح الدين وبيجي والشرقاط نوصل للموصل. الانتصارات الأخيرة التي تحققت في بيجي، والشيء الإيجابي هو اشتراك أهل صلاح الدين وأهل البيجي في المعارك اللي ضد تنظيم داعش الإرهابي. تنظيم داعش الإرهابي سرطان لابد من استئصاله من الجسد العراقي. الموصل مهيئة للتحرير، وأنا أعلنتها من خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب. على شنو مستند؟ مستند على تعاون المواطنين مع الأجهزة الاستخبارية وبالإبلاغ عن أماكن تواجد مقرات داعش، واغلب قادة داعش تم قتلهم من خلال ضربات جوية دقيقة جدا. يعني تتفند الاخبار اللي تقول اهل الموصل مرتاحين؟ ابدا، سيستقبل اهل الموصل القطاعات العسكرية بالورود، وسينتفض اهل الموصل ضد داعش، لان هم من ذاقوا جرائم داعش، هم من اعدموا خيرة شباب الموصل، هم من اعدموا خيرة كفاءات الموصل، فاهالي نينوى الان اسرى لدى داعش، ويثبت اهل الموصل حال قدوم القوات الامنية انهم هم من سيأخذوا الثأر من تنظيم داعش. شلون نشوف الاستعدادات؟ الاستعداد تجري على قدم وساق. قيادة عمليات تحرير نينوى الآن تحركت إلى قضاء مخمور قريب من نينوى. أبناء نينوى تطوعوا في معسكرات التدريب. اليوم من خلال لقائنا مع السيد وزير الداخلية تطرقت أنا شخصيا إلى كافة المعاضل التي تواجه قيادة شرطة نينوى. أمر السيد وزير الداخلية بصرف رواتبهم المتأخرة فورا، وإعادة المنتسبين من شرطة ربيعة، لأنه شرطة ربيعة التحقوا في سبايكر. أمر السيد وزير الداخلية بعودتهم إلى شرطة ربيعة، وحال احتياجهم لتحرير نينوى سيتم استخدامهم من قيادة شرطة من مديرية شرطة ربيعة. الآن جميع القطاعات متهيئة، لكن نريد أن نجتاز الحاجز الأخير باتجاه محافظة نينوى اللي هو قضاء الشرقاط. حسب ما أبلغوني الأخوان في الحشد العشائري من أبناء شمر، من فرسان شمر في بيجي اللي قاتلون الآن، وأعداد كبيرة جدا منهم، لم يقف أمامهم سوى الشرقاط، ووقوفهم هو كان بأوامر عسكرية لانهيار كبير لدى تنظيم داعش. شنو اللي خلى عشائر الشرقاط تنتفض بهاي الطريقة؟ يعني كانت انباء أنه بعد بداية المعارك اللي صارت بيجول وهي ما استمرت، يعني كان التحرير سريع، انتفض العشائر اللي موجودة بالشرقاط. وهذا ما أعلنته سابقا، سينتفض العشائر ضد تنظيم داعش الإرهابي حال وصول للقطاعات. السيد وزير الداخلية اليوم كان متعاون باتجاه أهالي نينوى، صرف الرواتب للشرطة، هذا دافع معنوي لخوض معركة نينوى، تجهيزهم وتسليحهم سيكون أكثر، إعادة شرطة ربيعة الموجودين في سبايكر إلى ناحية ربيعة لأنها خالية الآن من أهلها من منتسبين الشرطة، سيكون له مردود إيجابي. الآن عمليات تحرير نينوى
السيد قائد عمليات نينوى يوميا أنا في اتصال مستمر معه، هناك ضربات جوية وآخرها مقتل الإرهابي والمفتي لداعش في الجزيرة هاشم شيخلار بضربة جوية دقيقة كانت جدا. سووها مجلس محافظة الأنبار وطلبوا من رئيس الوزراء أن الحج الشعبي يتدخل، أنتم المعنيين بالموصل راح تسووها؟ الآن جميع القطاعات مهيئة للدخول، هناك من أبناء نينوى ما يكفي لخوض المعركة ولدينا ثار مع داعش، نريد نثبت للعراقيين وللعالم أنه نحن من حررنا محافظة نينوى. يعني ما كنتم تطلبوا تدخل الحشد؟ ونريد نحن أن نحرر محافظة نينوى ونقول للعراقيين ها هو العلم العراقي يرفع فوق مبنى محافظة نينوى، وسنقول للعالم الحشد هم راح يرفعون العلم، وسنقول لدينا ثار مع داعش، داعش فجر مرقد النبي يونس، اغتصب اليزيديات، هجر المسيحيين العايشين مع أهالي نينوى، قتل خيرة الشباب من أهالي نينوى، وقتل الضباط، قتل المنتسبين، لدينا ثار واستباح الأرض، فلا بد لأهل نينوى أن يأخذوا ثارهم من تنظيم داعش. طيب اسمح لي نشكرك النائب نايف شمري عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، شكرا لك، حياك الله. عقد مجلس النواب جلسة الاعتيادية برئاسة سليم الجبوري وحضور 211 نائب، وتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على قرار خاص بموضوع إفراغ البلد من الكفاءات والقدرات الشابة. ومعنا من ألمانيا عبر الهاتف رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية السيد أرشد الصالحي. مساء الخير سيد أرشد. مساء الخيرات، أهلا وسهلا. يعني بداية خلي نشوف أسباب زيارتك، الأسباب الأساسية زيارتك البرلين العاصمة الألمانية، أنت رئيس لجنة حقوق الإنسان والأخبار تقول أنت رايح تطلع على أحوال المهاجرين وتلقى صورة حل، لقيت صورة حل، زيارتك لحد لا نقول نقدر نقول عليها مفيدة، لو شنو الأخبار يمك؟ شكرا جزيلا. بالرغم من أنه زيارتي كانت زيارة حزبية تخص الجبهة التركمانية العراقية بسبب التقارير الأممية التي تكتبها الدول الأوروبية والذي يهمل المكون التركماني، ولكنني باعتباري رئيسا للجنة حقوق الإنسان النيابية لم أتحمل وأنا في ألمانيا إلا وأن أزور العراقيين المهاجرين، ومع كل الأسف ولا بد لي أن تحدث مع الحكومة الألمانية بهذا الخصوص، والتقيت مع رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني وطلبت منهم أن يتم ترتيب لقاء لوفد زيارة من لجنة المرحلين والمهجرين ومن وزارة الهجرة والمهجرين ومن وزارة الخارجية إلى الحكومة الألمانية للتباحث حول شنو الأجواء الأولية اللي شفتها سيد أرشد هنا. نعم، شنو الأجواء الأولية اللي شفت أحوال النازحين؟ ممكن أن نشوف أكو تحرك من لو هي ما أعرف الأعداد اللي خرجت ممكن أن يسبب بعض المشاكل. مع كل الأسف الوضع السيء الذي ذهبت للإطلاع على أحوال المهاجرين العراقيين وضع لا يحسد عليهم، كثير منهم يحاولون العودة بسبب الظروف المعيشية الصعبة في البلدان الأوروبية وبالأخص في ألمانيا، وللأسف الشباب في مقتبل عمرهم كفاءات وشيوخ وأطفال بكل أسف ينتظرون لمدة 10 أيام كي يسجلوا اسمهم في مخيمات اللاجئين. الوضع سيء جدا، ولا بد لنا أن نطرح مشروعا عالي المستوى واستراتيجيا تحفظ العراقيين وهيبة العراقيين. بكل أسف أنا لاحظت الوضع سيء جدا، وكان هنالك عوائل عراقية أطفال عراقيين قد تم خطفهم من قبل بعض العصابات العصابات الألمانية العراقية أيضا اختطفت. سيد أرشد، العصابات الألمانية؟ لا لا لا، الخطف جرت في أثناء خروجهم من اليونان عبر الدول الأوروبية، وكذلك خطف فتاة أيضا عراقية من قبل بعض العصابات أثناء عبورهم الحدود بين صربيا وبين الدول الأوروبية الأخرى. ولذلك الوضع سيء جدا بالنسبة للنازحين، ولا بد للحكومة العراقية أن يتحرك تحركا سريعا، ومجلس النواب عليه أن يتحمل مسؤولية انتهاك حق الإنسان العراقي بهذه الصورة، صورة مأساوية جدا، ولا بد لنا أن نجد حلا استراتيجيا وليس فقط كلام. طيب سيد أرشد إذا سمحت لي، كلام فقط هي لنقل الواقع.
إليكم. سيد أرشد إذا سمحت لي، بداية كلامك ذكرت أنه زيارتك حزبية أخرى. المعلومات الأولية، خلينا نتحدث بموضوع الزيارة الرئيسي. المعلومات الأولية تقول أنت طلبت، يعني أساس ذهابك هو طلب لتسليح التركمان بالعراق، بالتالي على أي أساس تطلب هذا الطلب تسليح التركمان كمكون بالعراق؟ شنو اللي استندت عليه؟ لا يوجد مثل هذا الأمر. زيارتي إلى لندن وإلى برلين كان للتباحث مع وزراء الخارجية في الدولتين بخصوص التقارير الأممية التي تكتب والتي تقوم بها الدولتين لإهمال ذكر التركمان في التقارير الدولية، وطلبت منهم أيضا أن يكون لهم دورا في هذا الأمر. لحد الآن لم نطلب التسليح من الدول الأخرى، ولكن سنبقى ننتظر الحكومة العراقية، وإذا ما تم الحكومة العراقية لا يجاوب على ما نطلبه حتما ستكون الأبواب الأخرى مفتوحة أمامنا. أما التسليح فلم نطلبه هذه المرة، وأنا من الناس الواقعيين، لو طلبته لا أقول بأننا طلبنا السلاح لمحاربة داعش، وهذا ليس بعيب، وإنما أنا تحدثت بصفتي رئيسا للجبهة التركمانية العراقية بخصوص التقارير الأممية وبخصوص انتهاك حق الإنسان العراقي أثناء عبورهم هذه البلدان إلى الدول الأوروبية. طيب اسمح لي نشكرك، كنت معي عبر الهاتف من برلين رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أرشد الصالح، شكرا. بتهمة الفساد مذكرة توقيف بحق وزير التجارة وشقيقه. في زمن الكوليرا العام الدراسي يفتتح متأخرا على أبواب التحديات. أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض بحق وزير التجارة الحالي ملاس محمد عبد الكريم وشقيقه عن تهم تتعلق بملفات فساد مالي. وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان أن محكمة التحقيق المركزية أصدرت أمرا بالقبض على وزير التجارة وشقيقه عن تهم فساد مالي، منوه إلى إحالة القضية الخاصة بالمتهمين على محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في الرصافات. قالت عضو اللجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نجيبة نجيب أن الحديث عن تفاصيل الموازنة مبكر في الوقت الحالي، وأنها في حال وصلت للبرلمان سيكون هناك حديث عن التفاصيل والتعديلات اللي من الممكن إجراءها على المسودة، مؤكدة بذلك بأن هذه الموازنة لم تأخذ صيغتها النهائية على طريق الإقرار لحد الآن. نجيب توقعت أن تصل قيمة العجز في موازنة العام 2016 إلى 29 تريليون دينار، فيما ستكون قيمة النفقات ب 113 تريليون دينار، وركزت الموازنة على الجانب التشغيلي وحدت من التخصيصات الاستثمارية. توجه الآلاف من طلبة المراحل الابتدائية الأحد إلى مدارسهم إذانا ببدء عامهم الدراسي الجديد 2015-2016 بعد أن أجل في 22 أيلول الماضي إلى 18 من تشرين الأول الجاري بغية السيطرة على وباء الكوليرا المعدي. أفاد معاون مدير تربية محافظة البصرة إحسان منور بأن تربية المحافظة تعاني من نقص الملاكات التدريسية في المحافظة، وقال منور أن محافظة البصرة شهدت إنجاز العديد من الأبنية المدرسية، وأوضح أن نقص الكوادر التدريسية في المحافظة حال دون العمل في تلك المدارس الجديدة. في ذي قار تطوع ناشطون مدنيون وشباب من أعمار مختلفة لإدامة معدات المدارس اللي تعطلت بسبب قلة نفقات التجهيز بسبب أزمة الموازنة، وكما خلية النحل الدؤوب أصلح شباب ذي قار المئات من الرحلات المكسورة أو التي تحتاج إلى صيانة وإدامة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. هؤلاء هم ليس عمال نجارة، بل هم ثلة من التربويين المتطوعين في محافظة ذي قار، والذين عزموا على أن يدعموا العملية التربوية بإصلاح وترميم المقاعد الدراسية الرحلات عن طريق تشكيل لجنة شعبية تربوية تطوعية.
هدفها خدمة الوطن الذي يعاني من أزمة اقتصادية حقيقية. قامت اللجنة الشعبية التربوية لتصليح المقاعد الدراسية مجانا في محافظة ذي قار بحملته السنوية لتصليح المقاعد الدراسية الرحلات في أنحاء المحافظة والأقضية والنواحي. عملنا متواصل ودعمنا ذاتي، مجموعة من التربويين عملنا ذاتي بيناتنا جاي نجمع أموال، وهاي أكو ناس ميسورين جاي يتمدنا مادة الخشب، تشترينا مادة الخشب ومن خلال المدارس احنا نصرفها بوصولات من خلال المدارس. احنا نعرف وضعية البلد وضعية المدارس وحالة التقشف اللي يعيش بها العراق. تقوم اللجنة التربوية الشعبية لتصليح المقاعد الدراسية بحملة شعبية جديدة وهي مستمرة إن شاء الله منذ عام 2008 وإلى المستقبل إن شاء الله بتصليح المقاعد الدراسية دعما للعملية التربوية أسوة بالإمام الحسين، لأنه مشروع إصلاح للبشرية وللعالم أجمع. تربويون من جانبهم أشادوا بعمل هذه اللجنة التطوعية وأكدوا أنها خطوة تدل على الحس الوطني، لا سيما أن إنجازاتها امتدت إلى كافة مدارس الأقضية والنواحي في المحافظة. تأتي هذه الحملة من النجباء الذين لسان حالهم يقول بأننا نرد على سراق المال العام بتصليح مجموعة كبيرة من المقاعد الدراسية لخدمة أبنائنا. كل الشكر والتقدير من جميع تربوي ذي قار إلى هذه المجمعة الخيرة، ونتمنى لها التوفيق. هذا العمل دل على شيء، يدل على الحرص الوطني الكبير في ظل الظروف الصعبة التي يعيش بها بلدنا العزيز، ونحن كتربويين قمنا بهذه اللجنة عملنا المتواصل في العطلة من أجل مساندة أو وقوف على العملية التربوية بشكل صحيح. جهود ذاتية لهؤلاء التربويين ومساندة بعض من ميسوري الحال له في المحافظة من أجل استمرار العملية التربوية دون عوائق، أمرنا سيفتح أبواب جديدة لأبناء الشعب للتكاتف والعمل من أجل التخفيف من حدة آثار التقشف والفقر في البلاد. مشاهدي الكرام، الحديث عن بدء العام الدراسي والمعوقات اللي أدت إلى تأجيله وبالتالي مراقبتها، ينضم معي من بغداد بصوت وصورة السيد صادق ذهب، مدير عام تربية الكرخ الثاني. مساء الخير سيد صادق. مساء النور والعافية، حياكم الله. يا مرحبا. حياك الله. خلينا نبدأ بأول المخاوف اللي يعني أيضا بسببها تأجل العام الدراسي من 22/9 إلى 18/10، وهي الأمراض المعدية وأولها الكوليرا. أكو لجنة لمتابعتها اليوم بدأ العام الدراسي، أكو لجنة لمتابعتها، أنتم شلون متابعين هاي القضية؟ شنو وسائلكم بهذا الموضوع؟ نعم، منذ البدء تشكلت لجان مشتركة بيننا وبين الصحة، إذ قامت دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بعقد اجتماعات مع مديرين العامين للتربيات في المحافظات كافة بمشاركة شعب البيئة والصحة، وأخذوا على عاتقهم توزيع الأدوار والإشراف على المدارس. حقيقة جاء تأجيل العام الدراسي، موعد بدء العام الدراسي من 22/9 إلى 18/10 كموعد مقترح، على اعتبار أن فيروس الكوليرا يخمد أو دورته تنتهي في 15/10، آخذين أيضا بنظر الاعتبار واحد من أهم الإجراءات هو دورات المياه وخزانات المياه، وتم توزيع مادة معقمة وتنظيف هذه الخزانات، وأخذنا على عاتق الإشراف في كل مديرية ومديريتنا بالذات أنه تتابع عملية تنفيذ تنظيف خزانات المياه. بالتالي سيد صادق ماكو مخاوف من الأمراض المعدية وخاصة الكوليرا؟ إن شاء الله يعني كل الجهود بذلت في سبيل السيطرة على هذه المخاوف، وإحنا في ظل الوعي اللي تنامى يعني فترة من 22/9 إلى 15 أو 18/10 فترة كافية، إنه حتى ولي الأمر والطفل أصبح بمستوى يعني نتمكن من تجنيب مخاوف هذا الوباء إن شاء الله. طيب، هذا حديث عن الأمراض المعدية. أكو قضية تعاني من عندها هسه، كانت صورة أو مثال هي محافظة ذي قار، قضية الأبنية المدرسية. هاي السنة راح ترجع تتكرر. نعم. قضية الدوامين
صباح ومساء بنفس المدرسة، 4 مدارس ببناية واحدة. ما من شك لازلنا نعاني من نقص كبير في الأبنية المدرسية، ويرافقه نمو يعني سكاني وتزايد في أعداد الأطفال، وبالتالي فإننا مع مشكلة من هذا النوع سنبقى نعاني منها دوام ثنائي ودوام ثلاثي، لكن دوام رباعي لم نلحظ في مديريتنا تأشير مشكلة من هذا النوع، لكن يوجد لدينا حالات دوام ثلاثي ودوام ثنائي، ونسبة المنجز من البنايات الجديدة يعني احنا لما تكون حاجتنا الى 200 مدرسة نستلم 7 مدارس، هي يعني رقم نسبة جيدة. هاي سيد صادق مشكلة، 200 مدرسة تستلم 7، نعم. نسبة جيدة لا بأس، لكنه لا لن لا سيد احكي بتهكم، يعني تحتاج 200 مدرسة يعني 7. هذه مدارس تم بنائها وتشييدها من قبل مجلس المحافظة مشكورا وبمواصفات جيدة جدا ومؤثثة، يعني استلبنا زين سيد صادق إذا سمحت لي أريد أسألك على المدارس الصديقة للطفولة. نعم يعني هاي المدارس هذه نعم أكمل تفضل. مدارس الصديقة للطفل هي تجربة بدأنا بها من فترة طويلة بالتعاون مع منظمة اليونسيف العالمية، وهي منظمة مهتمة بالطفل، وأصبحت المدارس المعنية بتطبيق هذا البرنامج يعني نزيد لها من عدد موظفي الخدمة، و ملاكاتها تكون دخلت دورات خاصة، وبحيث أن الأبنية لهذه المدارس تكون أبنية جاذبة، ومحاولة من عندنا أن تطرح كنموذج لجذب الطفل في عموم المدارس. بدأ هذا المشروع لو يحتاج إلى وقت؟ لا، هو هذا المشروع في توسع مستمر، ويعني بدأ بمدارس معدودة والآن تجاوز المئات على عموم العراق. هاي يعني مشروع منطلق بالفعل هو؟ لا مطبق ومستمر وفي حالة توسع إن شاء الله. طيب اليوم هذا الدعم أنتم أكو توجيهات بأن أنتم يقدم للدعم هذا المشروع، يقدم له الدعم من وزارة التربية أنتم كمديريات عامة للتربية؟ نعم، هذا المشروع يعني هو برعاية وزارة التربية، تعاون مشترك بين وزارة التربية والمنظمة الدولية، تدريب الملاكات وتخصيص البنايات. هو هذا يعني يكاد يكون شبه عقد مشترك بيننا وبينهم، عقد من أجل التربية، من أجل أداء المهام بشكل أفضل. طيب خلينا نتحدث عن أكو دائما المشكلة عندنا تتكرر كل سنة، هي قضية العطل، وبالتالي محاولة إيجاد دوام يوم السبت حتى لا تأثر العطل على إكمال المنهج الدراسي. اليوم هاي بداية السنة تأجل عندنا الدوام حوالي 26-27 يوم من 22 إلى 18، بالتالي هاي راح يأثر على مستوى المادة العلمية المقدمة للطالب؟ أكيد، هذه هي نقارن احنا بين حالتين، انه احنا يهدد أولادنا وباء خطير وبين منهج دراسي يجب أن يكتمل. احنا وزارة التربية ستعمل على إيجاد بدائل وتعويض لما فات أولادنا من العام الدراسي هذه مدة الشهر تقريبا، لكن بشكل عام في كل عام دراسي احنا نسجل يتأشر عندنا عدد كبير من العطل خارج عن إرادة وزارة التربية. هذه العطل حقيقة تؤدي بالتالي إلى أن يكون المعلم والمدرس أمام ضغط كبير يواجه الطالب، بالتالي يتبع ضريبته، لأنه هو إحنا المعلم مكلف بحتمية إنهاء المادة خصوصا في المراحل المنتهية. حتى المراحل غير المنتهية هي تعتبر أساس للمرحلة المنتهية، فلابد أن يكون عدد الساعات كافي حتى تصل المادة بشكل مرتب ومنظم وبشكل هادئ، ضخ الساعات وضخ المعلومات على الطالب بشكل مكثف وبشكل مركز يؤدي إلى نتائج سلبية. فإحنا نتمنى أن يكون يعني بلدنا بمستوى قادر أن يضبط نفسه ويسيطر على حالات
كثرة العطل فيه. طيب اسمح لي أن أشكرك الأستاذ صادق ذهب مدير عام تربية الكرخ الثاني، شكرا جزيلا لك. على مسارح قرطاج أيام تونسية وروميو يعشق جولييت البغدادية. نصير شمة يعزف الجاز بالعود والقاهرة تشهد على ذلك. الفنانة المصرية حنان شوقي تمثل فيلما عراقيا دراميا من إنتاج الحشد الشعبي. تشارك الفرقة القومية للتمثيل بأعمال قرطاج المسرحية لتقدم الاثنين في تونس مسرحية روميو جولييت في بغداد، أعدها وأخرجها الفنان مناضل داود عن رائعة شكسبير الشهيرة. ويساهم في المسرحية نخبة من كبار فناني المسرح العراقي أمثال سامي عبد الحميد وفوزية عارف وميمون الخالدي وحيدر منعثر وحسين سلمان وعلاوي حسين، مجموعة كبيرة من الشباب المبدعين. المسرحية تستوحي أحداث العراق ومدى تأثير الطائفية البغيضة على التواصل الإنساني لدرجة أنها تتسبب بقتل أقدس المشاعر وأنبلها. يقدم فنان العود العراقي نصير شمة أولى تجاربه مع موسيقى الجاز في العالم العربي من خلال مشاركته في مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز اللي يقام بمشاركة فرق تمثل 14 دولة عربية وأجنبية. كشفت الفنانة المصرية حنان شوقي أنها ستشارك في فيلم ضد الطائفية في العراق، هو من إنتاج الحشد الشعبي. الفنانة شوقي قالت أن العراقيين يعشقون الشعب المصري، ولفتت إلى أن تنظيم داعش كانت الأداة الرئيسية لتنفيذ مخطط لتقسيم الشعب العربي. أخيراً تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة هذه السيدة العراقية وهي ترتدي ملابس أولادها الثلاثة الشهداء في معارك التحرير، اثنان منهم في الحشد الشعبي وأحدهم في الجيش العراقي. هاي السيدة لم ترتدي السواد بل لبست الزي العسكري وتوشحت بسروال ابنها الشهيد حاملة العلم العراقي، صورة لا تحتاج إلى تعليق توضح مدى أصالة المرأة العراقية ومدى أقدامها وشجاعتها ونبلها. مع هاي الصورة كان هذا حديثنا الأخير، ألتقيكم يوم غد، دمتم في رعاية الله.